هي النشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات دعاء حمصي فرح ريتا أسعد والمخرج جورج العلي. البداية مع العناوين. صباح الخير. لبنان في الأجندة الأمريكية، وساترفيلد يباشر لقاءاته، وجراندي يحمل ملف النزوح. لا أوراق اعتماد للحكومة أمام السادر، كهرباء والصرف على القاعدة 22 والبترول القديم على قدمه. رئيس الكتائب مترئسا برلمان الشباب. مسؤول يسأل، النائب يسأل. اليوم النائب أنا مسؤول، لأنه حقا تعرف شو عم يعمل مجلس، شو عم يكون موقفه بالجلسة. تهريب حديد إيراني عبر خط قناة السويس، مرفأ اللاذقية فبيروت، والثمن بالعملات الصعبة. محكمة طوكيو توافق على إطلاق غصن لقاء كفال. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. للتخلص من أوجاع المفاصل والاحتكاك في الرقبة، الورك، الأصابع أو الركبة، ميجا هيرب من ماريناس يساعد على إعادة بناء غضاريف جديدة في المفاصل والفقرات، ويعطيك ليونة في الحركة، ويساعدك على التخلص من الألام المبرحة. متن الغضاريف والمفاصل بواسطة منتج ميجا هيرب من ماريناس. ميجا هيرب من ماريناس، كبسولات الجيلاتين النباتي لتقوية الغضاريف وتخفيف ألام الاحتكاك. مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. للاستعلام 70 444 444. هيدي الدعاية اللي عم تسمعها لتذكرك تغير نمرة سيارتك. هلأ فيك تدفع رسم تغيير لوحة السيارة بـ OMT وتبدلها بأي محل معتمد لصب اللوحات، وإذا غيرتها من قبل وخلصت مبروك، بس خليك بتذكر رقمنا 01-391-ألف. OMT حدك. الرسائل التي تطايرت إعلامياً عبر الشاشات بين المستقبل والتيار وصلت، وإن فعلت الاجتهادات فعلها وتمكنت من تطويق شظاياها التي كادت تصيب التسوية السياسية. والرسائل المتطايرة بين المستقبل وحزب الله في ملف مكافحة الفساد حددت السقف، من دلالاتها الانزلاق إلى منح طائفي، على ما عكسه كلام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الرئيس فؤاد السنيورة خط أحمر. في النتيجة يعود أفرقاء السلطة إلى وضعية المهادنة تحت سقف التسوية. هي جولة أولى وليست الأخيرة، فنماذج الملفات الخلافية كثيرة، من الكهرباء إلى النفايات وغيرها، ونماذج المحاصصة متعددة أبرزها في التعيينات، حيث توافقت السلطة السياسية على سلة تعيينات في المجلس العسكري ينتظر أن يتم إقرارها في جلسة الحكومة بعد غد الخميس. ونماذج الفساد المستشري يشكل امتحانا حقيقيا لحكومة مقبلة على مواجهة تحديات السادر والإصلاحات المطلوبة، وهي حتى الآن لم تعطي أي إشارات مطمئنة إلى المجتمع الدولي عن مقاربتها للخطط الإصلاحية. فما يصدر عن أفريقائها من برامج اقتصادية وخطط لا يعدو صورة تجميلية ومكياج سياسي فيما الأزمات تستفحل من كل حدب وصوب. في ظل هذه الصورة الداخلية، تستحوذ زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لبيروت أهمية في ظل التصعيد الإقليمي وتداعياته على لبنان. إذن تشكل الجلسات التشريعية لمجلس النواب على مدى يومين وجلسة الحكومة المنتظرة مؤشرا إلى مدى النجاح في احتواء التوترات السياسية التي ظهرت بين أفرقاء السلطة وانتقال الحكومة إلى تقديم أوراق اعتمادها أمام بنود سادر الإصلاحية.
جدول الجلسة التشريعية النيابية يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأدرجت بنود تتعلق بأن يجاز للحكومة اعتماد القاعدة 22 إلى حين صدور قانون موازنة العام 2019، وأن يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، واقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية. مشروع إصلاح الكهرباء مدرج في توصيات مؤتمر سادر، وسبق لرئيس الحكومة سعد الحريري أن ربط معيار نجاح أو فشل حكومته بإنجاز هذا المشروع. فهل ستعطي الحكومة إشارة جدية بهذا الخصوص؟ بند الكهرباء الذي ينص على إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان وقدرها 1,800,000,000 دولار يعد بحصول كباش نيابي. وفي المعلومات أن الجزء الأكبر من هذه السلفة سينفق لشراء مادة الفيول التي تحتاج لها الباخرتان التركيتان اللتان تقومان بتوفير التغذية لعدد من المناطق بالكهرباء. ولم يلحظ طلب السلفة ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء، وعزت مصادر نيابية السبب إلى أن وزيرة الطاقة ندى البستاني لا تحبذ أي ذكر للإصلاح حتى لا يؤخذ على التيار الوطني الحر إخفاقه في إصلاح الكهرباء. في هذا الموضوع ينضم إلينا عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله. صباح الخير دكتور عبدالله. صباح الخير إليك ولمستمعينك. السؤال الطبيعي، هل نحن أمام منازلة كهربائية غدا في ساحة النجمة؟ البلد ليس بحاجة إلى منازلات، البلد بحاجة إلى عمل، وهذه حكومة إلى العمل أعتقد. يجب أن يتواضع الجميع وكفانا مشاريع في الهواء. البلد والكهرباء بالذات بحاجة إلى تطبيق القوانين. كل المشاريع المقدمة بطلب اعتمادات لفيول أو غير فيول ممكن أن تكون خاضعة للنقاش للأخذ الرد، ولكن نحن وعدنا بخطة إصلاحية لهذا القطاع، تبدأ أولا بالهيئة الناظمة للقطاع ومن ثم مجلس إدارة الكهرباء. يجب أن يكون المجلس النيابي متأكدا أن هذه الأموال ستصرف في المكان المضبوط صحيح وبالطريقة الصحيحة، ليس تشكيكا بأحد، ولكن آن الأوان أن نحتكم إلى القوانين. لسنا دائما مضطرين أن نختبئ وراء أي غطاء سياسي أو أي تيار سياسي. نتحدث تقنيا، دعي الخلافات السياسية والتمييزات السياسية جلد. تقنيا ألا يجب أن يكون القانون هو الحكم في هذه المسائل وليس المنازلات؟ الناس والبلد ليس بحاجة لمنازلات، البلد بحاجة لتطبيق القوانين مرية الإجراء ورؤية الخطة الإصلاحية الحقيقية لهذا القطاع. دكتور حتى الآن سمعنا كلاما مشجعا البارحة من دولة الرئيس الحريري في لقائنا معه، ولكن يبقى بعض الأمور العالقة التي تتطلب كما قلت تطبيق القوانين. طيب، عطيتوا فرصة للرئيس الحريري للموافقة على هذه السلفة للكهرباء؟ يعني رح توقعوا، رح تصوتوا معه؟ لم نتحدث مع دولة الرئيس موضوع السلفة، تحدثنا بإطار أشمل، كيف ننهض بهذا القطاع وكيف نؤمن الكهرباء للناس بدون منا من الدولة، وكيف تكون هذه المسائل بأقل كلفة ممكنة. هذا ما دار في النقاش بيني وبين الرئيس الحريري، وقد حاولنا الإضاءة على كل مشاكل هذا القطاع التقنية والإدارية والقانونية. سعادة النائب، بما هو مطروح في مجلس النواب بالنسبة لهذه السلفة والتي تعكس أيضا أنه لحديث هلأ ما في خطة إصلاح، هل هذا يعني ويبرر العودة إلى خيار البواخر في مجلس الوزراء مجددا؟ أعود وأقول لك، لم نرى حتى الآن خطة. دولة الرئيس الحريري أكد لنا في لقاء البارحة أن هناك خطة أو خارطة الطريق يتم وضعها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والبنك الدولي وأكيد مع وزيرة الطاقة، على أمل أن تكون هذه الخطة جاهزة في المدى المنظور القريب. وأعود وأكرر، نحن لسنا بحاجة اليوم إلى خلافات جديدة حول هذا القطاع، ولكن على كافة الفرقاء وخاصة الفريق المعني سياسيا بهذه الوزارة أن يتنازل قليلا عن كبريائه بهذا الملف. هذا الملف، هذا القطاع فيه مشكلة، يجب أن نتعاون جميعا لحل هذه المشكلة. شكرا، ليس بالمكابرة وليس بالعناد.
شكرا لعضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله. بند الصرف على قاعدة الاثنتي عشرية يوحي أن مشروع الموازنة غير جاهز، وهو أيضا في قائمة توصيات الساد. فوزير المالية علي حسن خليل أكد أن موازنة العام 2019 جاهزة، لافتا إلى أنه غير راض عنها لتضمنها مبالغ كبيرة يجب أن تخفض بشكل ملحوظ، كما يجب أن تتضمن بنودا إصلاحية كثيرة، والإصلاحات لن تشمل ضرائب على المواطنين، وهذا ما يستدعي الحاجة إلى تعديلات جذرية لخفض الإنفاق وترشيق الموازنة بما يحقق نسبة العجز. ولافت في بند البترول أن الحكومة الجديدة حصلت على الثقة بناء على بيان تبدلت فيه الأولوية في بند قطاع الطاقة من الالتزام بالشراكة مع القطاع الخاص وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع إلى تمديد العمل بالقانون رقم 288 على 2014. وعاد مجلس الوزراء إلى تولي صلاحية إعطاء تراخيص وأذونات الإنتاج للقطاع الخاص بناء على اقتراح من وزيري الطاقة والمال لتتكرس السيطرة على مجريات الأمور في غياب هيئة تكون مستقلة وتشارك الوزير الصلاحية في قطاع الكهرباء. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل يحث الشباب على المساءلة والمحاسبة. ميشيل الصيفي. ترأس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الجلسة التشريعية لبرلمان الشباب الذي انعقد في القاعة العامة في مجلس النواب بحضور 128 طالب من جامعة القديس يوسف، الذي نظمت الحدث بالتعاون مع مؤسسة فريدريش نيومان. وقد أدار الجميل المناقشات وأرشد الطلاب إلى آليات العمل المتبعة في مجلس النواب. الجميل شدد في مداخلته على أهمية اعتماد قانون التصويت الإلكتروني الذي قدمته الكتائب. تعديل الدستور موجود، ورق تعديل النظام الداخلي موجود بالبرلمان، مطلوب بس ينعرضوا على التصويت. غير كل حياتنا التشريعية، لأنه بيصير النايب قبل ما يرفع إيده أوراق أو قبل ما يكمل سياسة برلمان بيضرب 100 حساب، لأنه هيدا الشيء رح يتسجل عليه من هلا ليموت، وراح يضل عم يتحاسب عليها من هلا ليموت. اليوم النايب منه مسؤول، لأنه ما حدا بيعرف شو عم يعمل مجلس، ما حدا بيعرف شو عم يصوت، ما حدا عم يعرف شو عم يكون موقفه بالجلسة. وهيدي شغلة أساسية تطور حياتنا التشريعية، وأنا بتمنى عليكم جميعا تساعدونا نضغط لإقرار هالموضوع، لأنه هذا موضوع أساسي للكل، لمبدأ الشفافية ولمبدأ المحاسبة ولمبدأ الديمقراطية. وأشار الجميل إلى ضرورة انخراط الشباب في العمل السياسي، منوها بالمشاركة الكثيفة للطالبات اللواتي تجاوز عددهن النصف. انتوا اليوم طلاب بالجامعة، بدي أطلب منكم شغلة واحدة، ما تلحقوا حدا على العنوان، ما تقلهوا ولا أي زعيم، راقبوا. ما في شيء اسمه زعيم الحياة، في شيء اسمه مسؤول. مسؤول يسأل، النائب يسأل، الوزير يسأل، رئيس الحزب يسأل عن مواقفه، يسأل عن تصويته، عن قراراته. بدنا نطلع، بدنا نحاسب، بنشوف مين الأقرب إلى طبيعتنا نمشي معه. إنما هالالتزام هذا مشروط بحسب الأداء. وفي الختام وزع رئيس الكتائب على الطلاب كتابه نضالي البرلماني. ميشيل الصيفي، صوت لبنان. دائما في المحاسبة ينضم إلينا الخبير الدستوري صلاح حنين. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. بداية الجلسة التشريعية، هناك بند مطروح تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهي قد تكون إشارة إيجابية على مستوى الإصلاح، لكن هل سيفتح له المجال للعمل ووفق أي آلية تنفيذية ضامنة؟ هلا قبل كل شيء دائما المجلس الاعلى بيتكون عند بدء ولايه كل مجلس نيابي وبيستمر حتى نهايه الولايه، يعني هيدا ضروري انه يتشكل ويتكون المجلس الاعلى. هلا هو امتى يصار الى محاكمه رؤساء الوزراء؟ هذا اسمه المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء. رئيس الجمهوريه في حالتين، في حاله خرق الدستور أو في حال الخيانة العظمى، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء كمان في حالتين، في حال الخيانة العظمى وعند الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم. هلأ المشكلة وين؟ المشكلة بالتطبيق. ليش؟ بالأول خلينا نقول كيف يصار إلى محاكمة الرؤساء والوزراء.
بالأول بده يصدر قرار سني بتخصه القضاء الجزئي. قرار القضاء الجزئي بده يقول إنه فلان من الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس جمهورية أخل بالأمور الدستورية اللي مخوله فيها الدستور. ثانيا لازم المجلس النيابي هو بده يقرر الاتهام بغالبية ثلثين مجموع أعضائه، يعني بده 86 نائب على الأقل هن يقرروا الاتهام بالشخص الوزير أو الرئيس. بعدين ثالثا بده تتم المحاكمة من قبل المجلس الأعلى بغالبية 10 أصوات من أصل 15، هن رح يكونوا 15 شخص منهم 7 نواب منتخبين من المجلس النيابي و8 قضاء. وطبعا بدها تتم المحاكمة بموجب قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى يلي صدر سنة 1990. إذن بتشوفي وقت اللي بشرح لك هيك إنه هذه الآلية شبه مستحيلة التطبيق للوصول إلى نتيجة. ماذا مثلا لو تخلف المجلس النيابي عن الاتهام لأسباب سياسية، حس بدك تمرق أنت حاجز المجلس النيابي ب 86 نائب. ما بيجوز إنه يكون المجلس النيابي حاجز لمنع المحاكمة. بعدين النائب منه قاضي، مهمة النائب إنه يحاكم بالسياسي من خلال المراقبة، المحاسبة، المساءلة، حجب الثقة ومنع أي وزير من استغلال موقعه. وعملا بمبدأ فس السلطات مش مناسب على كل حال دمج أعضاء من السلطة التشريعية مع أعضاء من سلطة قضائية في مجلس أعلى للمحاكمة، يعني مثل كمان محكمة. إذن إذا بتسأليني طيب شو لازم يصير، يعني وقت اللي بيكون في هل كم من التعقيد أمام محاكمة مسؤول شو لازم يصير؟ برأيي بده يكون في محكمة خاصة، يعني لا مش مشكلة يكون في محكمة خاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إنما أولا من دون إذن المجلس النيابي. ما في لزوم لإذن المجلس النيابي، هيدا حاجز خلص مبعودة توصل إلى المحاكمة، ومن دون أن تكون المحكمة الخاصة بتعقيد المجلس الأعلى، يعني 15 قاضي ويكون فيها كمان دمج وإزدواجية بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. إذن في لازم يكون في تسهيل لهذه الأمور. المحكمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مثل ما هو اليوم وبالبروسيدور اللي هي اليوم، ما هي خاصة الحاجز المنيعي اللي هو موافقة المجلس النيابي، أنا برأيي ما بوصل لنتيجة. والبرهان إنه المجلس الأعلى لحد اليوم لا بيحاكم أي رئيس أو وزير أو رئيس مجلس وزراء. لحد اليوم ما صار بشتغل ولا مرة، يعني ما وصلت بعد ولا قضية لحد اليوم لعنده حتى يقدر يعمل بالصلاحيات الواطئة له. وهيدا دليل وقت اللي من تاريخ إنشائه لليوم ما اشتغل ولا مرة وما أجرى أي محاكمة. هيدا دليل إنه مش هذه الآلية هي الآلية المناسبة حتى يكونوا المسؤولين أمام واجباتهم يتحملوا مسؤولية. وإذا ما تحملوا مسؤولية مثل ما بقول الدستور إنه يقدر نقدر نوصل معهم لمحاكمة حتى يكون في فعلا عدل ومساواة يعني بالبلد، ونكون كلنا يعني سواسي أمام القانون. شكرا للخبير الدستوري صلاح حنين. استكانة على الجبهات والتعيينات آتية بعد الفاصل. هل من أمل بعودة النازحين إلى بلدهم؟ ماذا عن مبادرة وزارة الشؤون للحل؟ وكيف ستواجه الحكومة المجتمع الدولي الداعم لبقاء النازحين في المجتمعات المضيفة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الباحث في الصحة الإنجابية وصحة النازحين الدكتور فيصل القاق، ومداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ومعنيين، الثلاثاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر.
قبيل انعقاد مجلس الوزراء بعد ظهر الخميس، أفضت الاتصالات إلى احتواء التراشق السياسي والإعلامي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق جاء اتصال رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل برئيس الحكومة سعد الحريري معتذرا عن مقدمة نشرة أخبار التلفزيون أو تي في، واضعا هذه المقدمة في إطار الاجتهاد الشخصي لا السياسي، وتنصل من مضمونها مشددا على وجوب حصر الخلاف ومنع تمدده. وقالت مصادر المستقبل إن الموضوع انتهى عند هذا الحد، حيث صدرت مواقف معينة جرى الرد عليها، مشيرة إلى أن لا خوف لا على التسوية الرئاسية ولا على التضامن الحكومي. وعلى وقع هذه التهدئة يفترض أن تعقد الحكومة جلسة عصر الخميس في قصر بعبدة، وستوجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الدعوة، وعلى جدول أعمالها 30 بندا أبرزها التعيينات في رئاسة أركان الجيش والمجلس العسكري والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع. وتم التوافق على تعيين 4 أعضاء في المجلس العسكري، وهم رئيس الأركان العميد الركن أمين العرم، مفتش عام العميد الركن ميلاد إسحاق، عضو متفرغ العميد الركن الياس الشامي، أمين سر المجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمود الأسمر. وعلى خط التحركات المطلبية، بدأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إضرابا تحذيريا شاملا في وحدات الجامعة كافة يستمر 3 أيام، ودعت إلى اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح يوم غد بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب. وإلى تغريدة الصباح. نشر النائب الياس حنكش صورة لطريق مرشعي العطشاني المقطوعة نتيجة الأشغال، وعلق عليها كاتبا: توسيع طريق مرشعي العطشاني خرب الطبيعة ولبك الناس، وقف العمل لعدم توفر الأموال، تعريض الناس لخطر الانزلاق، إقفال المداخل على أهالي العطشاني وسكان بيت مسك من الجهتين، الحل نواصل ضغطنا لتأمين اعتماد لاستئناف العمل، ثانيا نبحث عن سبل لتسهيل حركة الناس مع القائم مقام في زيارتها اليوم. بدأ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد زيارة لبيروت تستمر يومين، وفي جدول أعماله لقاءات مع رئيسي الجمهورية والحكومة، ويلتقي عند 9:30 من صباح اليوم وزير الخارجية. وقد استهل الموفد الأمريكي نشاطه بعشاء مساء أمس مع وزراء القوات اللبنانية 4 والوزيرة فيوليت خير الله وزوجها الوزير السابق محمد الصفدي بحضور سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا. نائب رئيس الحكومة غسان حصباني تناول في حديث لإذاعتنا حيثيات زيارة ساترفيلد لبيروت. لا جديد في الموقف الأمريكي بالنسبة للبنان طبعا، يعني هذه الزيارة يتبدو كأنها زيارة متابعة، ويتابع طبعا شرح الموقف الأمريكي ومتابعة كل القرارات الأمريكية التي تتخذ. هناك دائما يعني طمأنة على أن الولايات المتحدة مهتمة جدا باستقرار لبنان طبعا، وأن يكون هناك وضع اقتصادي ومالي مستقر، وألا يعني يلحق أي ضرر بالنظام المالي اللبناني جراء أي عقوبات تحصل على فئات في لبنان. غدا جلسة تشريعية في ساحة النجمة، بند سلفة الكهرباء، كيف يمكن تبرير سلفة للكهرباء ولم تصدر حتى الآن أي خطة واضحة لإصلاح القطاع، وهيدي من أولويات مؤتمر ساد؟ سؤال وجيه، وهذا ما أعتقد أنه هو سيكون موضع نقاش من قبل النواب. السؤال الأساسي سيكون طبعا حول ما هي الخطط وطرق صرف هذه الأموال، كيف ستسدد هذه السلف للخزينة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، ما هي الإصلاحات التي ستقوم بها في المستقبل، ويعني ما هي الشروط المرتبطة في سلف كهذه. فكل هذه أمور أساسية يجب توضيحها قبل أن تعطى هذه السلف بطريقة يعني مستمرة ومتكررة من دون وجود أمر أو خطة، أو حتى من دون وجود تطور ملموس لتخفيف منها إلى زوالها.
الاهتمامات الأمريكية تطال مسألة تهريب الحديد الإيراني عبر خط قناة السويس اللاذقية بيروت. في هذا السياق تواصلت الولايات المتحدة مع السلطات المصرية وأعلمتها أن بواخر إيرانية محملة بالحديد تصل إلى اللاذقية عبر قناة السويس، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات لمنع تهريب الحديد، خصوصا وأن طهران تستوفي ثمنه نقدا وبالعملات الصعبة. وشكى أصحاب الشركات اللبنانية المستوردة لمادتي الحديد والصلب من إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من الحديد الإيراني المهرب من سوريا من دون إخضاعه لفحوصات المختبرات التابعة لمجلس البحوث العلمية في بيروت للتأكد من مطابقته للمعايير الدولية المعمول بها في لبنان، علما أن الحديد الإيراني يباع في السوق اللبنانية بسعر مخفض وهو أقل من 150 دولارا للطن الواحد. وبموازاة زيارة ساترفيلد، يحضر ملف اللاجئين السوريين على جدول لقاءات سيعقدها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي وصل بيروت في زيارة لأيام تشمل أيضا سوريا. تابع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية لقاءاته في بغداد، وبحث في المستجدات العربية مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أبدى تفاؤله من مستقبل العراق بعد الاستقرار الراسخ الذي تشهده البلاد والمسعى المستدام لتعزيز دور العراق وعلاقاتها مع الدول العربية. الوفد الذي يضم من لبنان الرئيس أمين الجميل والرئيس فؤاد السنيورة التقى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، كما كانت محادثات مع كل من وزير الخارجية محمد الحكيم ووزير المال فؤاد حسين تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئيس الجميل سجل حالات شبيهة تجمع بين لبنان والعراق ومصيرا مشتركا يرتسم أمام الدول العربية المجبرة على التعاون والعمل المشترك لمواجهة المخاطر الكبرى التي تعصف بالمنطقة، وقال إن الحل يبدأ بإرساء مفهوم المواطنة داخل الدولة والاحترام المتبادل بين الدول على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية مهما قربت المسافة الجغرافية أو بعدت بين هذه الدول. واعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن الحاجة أكثر من ملحة لتعزيز التعاون بين الدول العربية على أساس الندية واحترام السيادة الوطنية، ورفع السنيورة لواء الدولة المنزهة عن المحاصصة والمحايدة في التعامل مع تلاوينها الداخلية. بعد أكثر من 3 أشهر على توقيفه، قالت وسائل إعلام حكومية يابانية إن محكمة طوكيو أمرت بإطلاق سراح رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لقاء كفالة مالية قدرت بمليار ين، أي 8.94 مليون دولار أمريكي. واعتبرت المحكمة في معرض تبريرها للقرار أن احتمالات فرار غصن أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية، ومن شأن هذا القرار المفاجئ أن يتيح لغصن الخروج من السجن اعتبارا من اليوم ما لم تقرر النيابة العامة توقيفه بتهم جديدة أو الطعن بقرار إخلاء سبيله. في سوريا، قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن نحو 200 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية استسلموا بعد معركة شرسة في آخر جيب لهم شرق سوريا، لكن نحو 1000 ربما ما زالوا يتحصنون هناك فضلا عن المدنيين العالقين. الصفحة الرياضية مع نجيب قاعي. صباح الخير. بالبداية اليوم رح نكون مع كرة السلة المحلية وتحديدا مع ختام المرحلة 14 مع مباراة كانت عم تجمع فريق شانفيل مع فريق هوبس، وانتهت لمصلحة شانفيل بفارق 45 نقطة 96-51. شانفيل عم بيتصدر ترتيب البطولة من بعد هذه المرحلة مع 24 نقطة، ومتمن بالمركز الثاني، بيروت بالمركز الثالث، والرياضي بالمركز الرابع. من تلا مع الأخبار الدولية مع ختام بعض المراحل الأوروبية، تحديدا الدوري الإسباني، ليغانس بيتغلب على الليفانتي بالوقت يلي بالبرتغال، جمارانش بيتغلب على ماريتيمو. اليوم في عنا عدد كبير من المباريات بالدوري الفرنسي، عنا بوردو ومونبلييه، ولكن أبرز المواجهات هي بالتشامبيونز ليج وتحديدا مع مباريات الرد بدور الثمانية. بورشيا دورتموند بيلعب بمواجهة توتنهام، وريال مدريد بمواجهة فريق أياكس أمستردام.
أما بالختام فرح نكون مع أخبار كرة السلة الأمريكية مع أبرز مباريات الساعات الماضية. ساكرامنتو بتغلب على نيويورك، ميامي على أتلانتا، بروكلين على دالاس، سان أنطونيو على دنفر، بليكنز على يوتا، فينيكس على ميلوكي، والكليبرز على ليكرز. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غائم مع انخفاض بسيط في الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وتتساقط أمطار متفرقة. كان في هذه النشرة لبنان في الأجندة الأمريكية، وساترفيلد يباشر لقاءاته، وجراندي يحمل ملف النزوح. لا أوراق اعتماد للحكومة أمام سادر، كهرباء والصرف على القاعدة الاثنتي عشرية والبترول القديم على قدمه. رئيس الكتائب مترئسا برلمان الشباب. النائب يسأل اليوم، النائب أنا مسؤول، لأنه حلو لغير شو عم يقوم مجلس، شو عم يكون موقفه بالجلسة. تهريب حديد إيراني عبر خط قناة السويس، مرفأ اللاذقية في بيروت والثمن بالعملات الصعبة. محكمة طوكيو توافق على إطلاق غصن لقاء كفالة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الثامنة والربع. شكرا للمتابعة.